سأفضي إليكم بشيء خطر لي. أنا في شك، وفي الحقيقة كنت دائما في شك منذ صغري. كلما قرأت هذا الحديث في صحيح مسلم أو استمعت إليه قلبي لم يرتح، وأقول لعل يد بني أمية عبثت، لعل إيه الفقه أو الاعتقاد الأموي هو الذي دس هذا الحديث. إيه طبعا، وجاء في الصحيح في الأخير، صحيح مسلم، في كتاب الله على طوله وعرضه. أيها الإخوة، لم يعتل بالمقادير في الخطايا والظلم إلا الكفار المشركون، المؤمن لا يعتل. لما أوشك المسلمون في أحد أن يعتلوا بالقدر، يعني من وين وكيف؟ زي ما يقول من وين أجانا البلاء؟ من وين؟ اسأل نفسك من وين؟ تسأل ربك، مش فاهم أنت لسه؟ حيظل يتوالى عليك. أو لما أصابتكم مصيبة، أي في أحد، هزيمة أحد، قد أصبتم مثليها أي ضعفيها، ما شاء الله نصر مضاعف في بدر، قلتم أن هذا، ما قالش الله، قل هو بقدر الله وقضائه، بل قال إيه؟ قل هو من عند أنفسكم، منكم، لا تقول من عند الله. شو من عند الله؟ منك أنت، هذا أنت اللي عملت هيك. أنا بقول للصحابة من عند أنفسكم. أما المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل عرصوا إلى البلاغ المبين. كذبوا على الله، قالوا الله بده هيك، لو بده إياه وحده كان وحدنا، لو بده إياه نحرم ما حرم كان حرمنا، بس إحنا كل اللي فعلناه مما حرمنا ومما حللنا ومما أشركنا كله بقضاء وقدر. الكافر يعتل بهذا. سأفضي إليكم بشيء خطر لي. أنا في شك، وفي الحقيقة كنت دائما في شك منذ صغري. كلما قرأت هذا الحديث في صحيح مسلم أو استمعت إليه قلبي لم يرتح، وأقول لعل يد بني أمية عبثت، لعل إيه الفقه أو الاعتقاد الأموي هو الذي دس هذا الحديث. إيه طبعا، وجاء في الصحيح في الأخير، صحيح مسلم، لو حديث محاجة آدم وموسى، كلام فارغ ضد القرآن الكريم، ضد على طول الخط. هذا الحديث بيعلمنا بالطريقة الأموية أن نتعلل، نبرر، جاستيفاي، نبرر المعصية بالقدر، كما فعل معاوية ويزيد كل بني أمية وكل بني العباس. وسأحكي لكم بعض الأشياء سريعا إن بقي وقت أيها الإخوة. قال إيه آدم؟ يسأله موسى، موسى بيسأل آدم، أنت يا آدم أبونا وخلقك الله بيدي وأزد لك الملائكة إلى آخره، فلما أكلت من الشجرة وأخرجت نفسك وأخرجتنا إلى هذه الدنيا؟ قال له يا موسى بكم وجدت؟ أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وأنزل عليك إيه التوراة مكتوبة بخط القدرة بيده لا إله إلا هو، فبكم وجدت فيها؟ قال وعصى آدم ربه فغوى، يعني فيها قرآن كما شاء الله زي هيك، نفس الآية القرآنية يعني تاعت سورة طه، شوف الكذب. قال له بأربعين سنة، قال له بكم قبل خلقي هذا مكتوب؟ قال له هذا مكتوب قبل ما تخلق بأربعين سنة، يعني طبعا ممكن يكون مكتوب حتى بخمسين ألف سنة، وهو معلوم لله أزلا، قدر، ما هو ربنا كل شيء قدره وتقديره، بس إيش علاقة هذا؟ فإنك تجاوب يا آدم، هل آدم يقول هذا القول؟ آدم يعتذر بالمقادير عن خطئه؟ أنا أقول لكم هذا كذب على آدم، وكذب على رسول الله، وكذب على من روى هذا الحديث من أصحاب رسول الله. لماذا؟ لأن القرآن يقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. آدم قال يا رب أنت كتبت علي هذا، ولا قال؟ القرآن بيقول آدم وحواء بكل تواضع بكل عبودية لله أيها الإخوة، والاعتراف يهدم الاقتراف. ولذلك الله عز وجل إيه لقاهما كلمة إيه التوبة والرحمة، وانتهى كل شيء بإذن الله. هذا هو إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، قال منا فعلا ظلمنا أنفسنا. وأنا مش صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال لك لا، مش حكاية ظلم أنفسهم وعملوا غلط، لا 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 لا، حكاية قدر مكتوب، فما تناقشش ما تتكلمش. بالصحيح هذا في رائحة أموية في الكلام هذا. معاوية كان أول من تعلل بالقدر أيها الإخوة ليبرر مجانفته ومخالفته للشريعة المطهرة المحمدية. أول شيء حين خرج إلى صفين وصاروا في صفين، قال لهم وإنما كان خروجنا من بلادنا إلى هذه البقعة من أرض الله بقضاء سابق وقدر نافذ، وقدر حتى التففنا بهؤلاء القوم من أهل العراق، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أول عبث بالعقيدة واللعب على الناس. وبعدين رواد، هذا كان مولا للمغيرة بن شعبة، نصير معاوية فيما فعل وفيما ولى.
إيش يقول هذا رواد؟ يقول كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة يسأله عن ماذا كان يقول الرسول بعد الصلاة. يعني كثير مهتم معاوية ما شاء الله، باستحل شرب الخمر وربا الفضل، ومهتم كثير بالسنن. إيش النبي يعقب بعد الصلاة؟ إيش كان بيقول؟ قال فكتب له، أكيد مسمعه قبل إياه، بده إياه وحشوفه ليش، أنتو توظيف سياسي، تذرع بالدين في السياسة، ديباجات دينية. فكتب له كان النبي يقول بعد الصلاة: اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رواد مولى المغيرة: فكتب معاوية إلى الأمصار، كان خليفة عاد هو، إلى كل بلد بحكمها، يأمر الناس بأن يقولوها بعد الصلاة. يا سلام، تأمر الناس بسنة؟ هذه إن ثبتت هذه السنة بالطريقة هذه، حتى وإن ثبتت، لكن لماذا يتذرع بها في تكريس مفاهيم إيه جبرية؟ كله جبر يا جماعة، موضوع جبري. لذلك أيها الإخوة، بنو أمية التقطوا الخيط هذا، التقطوا الخيط وأمعنوا في التعلل إيه بالجبر، الجبر الجبر الجبر. أول خطبة ليزيد نفس الشيء، قال سبحان الذي ما شاء صنع، من شاء رفع ومن شاء وضع، ومن شاء منح ومن شاء منع. كله ما بدي لي بداية جبرية، مش أنه هذا كله إيه هو صحيح ربنا كذلك، بس ليش علاقة هذا بالسياسة؟ إيه معنى أسكت وما تتكلموش، زي ما قال وعاهم منصور: أنا قفل هذا المال، الله جعلني قفلة، إذا بده يفتحني بيفتحني، ما تقولوش إيه كريم ومهي ومك، وإذا بده يسكرني بيسكرني، ما تقولوش بخيل أبو الدوانق، كان يعطي بالدانق، جزء من الحبة، تخيل، اللي هي جزء من الدرهم، اللي هو جزء من الدينار. قال هذا كله من الله، الله بده هيك، ما تتكلموش. عبد الملك بن مروان يقتل إيه عمرو بن سعيد، نافسه على الحكم، ثم يأمر رجاله بأن يطوحوا برأسه من إيه؟ من أعلى القصر، ويهتف عليهم هاتف، يعني بهم يهتف عليهم هاتف: إنما قتل أمير المؤمنين صاحبكم بقضاء الله السابق وأمره النافذ. سلموا، ما تثروش، ما تغضبوش، القذافي بقتلكم بقضاء الله، بشار بقتلكم في اللاذقية وفي درعة وغيرها بقضاء الله، جبر أموي، هذا جبر أموي، ما تتكلموش، ما تعترضوش. شيء غريب يا أخي. ولم يبقى هذا وقفا على الحكام وبعض الفقهاء المتمعيشين، بل تأثر به الخطاب الأدبي، الشعر، شعر بنو أمية، شعرائهم يعني، الأخطل، جرير، الفرزدق، نابغة بني شيبان، ربع بن العجاج، من أقول، دواوين كثيرة، شعر جبري، شعر جبري. حدثتكم عن طرف من هذا الخطبة السابقة، الخطبة هي السابقة. جرير يقول لعبد الملك المروان: الله طوقك الخلافة والهدى، قال الله خلاك تأخذ الشيء هذا من الله، الله طوقك الخلافة والهدى، والله والله ليس لما قضى تبديله، والله ليس لما قضى تبديله، قال من الله. ويقول في عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، صالح بني أمية، راشد بني أمية، يقول: نال الخلافة إذ كانت له قدر، كما أتى ربه موسى على قدري. قال كل أقدار، كل أقدار، لا اعتراض، سلموا وتسلموا، في الاعتراض الهلكة. في الحقيقة أحزنني أن بعضهم عمم إيميلا قبل ربما إيه 10 أيام بعنوان آخر الرجال عن مولانا الشيخ العارف بالله إيه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه، وقد حزنت، حزنت لأمرين: مثل هذا يطوى ولا ينشر، خلاص. أنا ربما ذكرته مرة واحدة في حياتي على المنبر منكرا، ولعلي لم أذكر اسم إيه الشيخ الشعراوي قدس الله روحه لاحترامنا وحبنا وإجلائنا. هذا ليس مما يذكر على أنه مدحة للشيخ الشعراوي، هذا يؤخذ عليه، وقد أخذته الأمة، كل أيقاظ الأمة وأذكياء الأمة أخذوا هذا على الشيخ الشعراوي، وأحزنهم وأغضبهم، لأن الشيخ الشعراوي توسل نفس المنطق الجبري الأموي في مخاطبة الطاغية البائد أيها الإخوة محمد حسني مبارك بعد أديس أبابا، حين جاء هو الشيخ جاد الحق والشيخ محمد غزالي رحمة الله على الثلاثة الكرام، وأجى قال له في الأخير، وطبعا طول الخطاب: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وبتوجه لمن أراد اغتيال هي الطاغية أنه هذا أمر إلهي، لا تحاول، والكرسي هذا مش شغلة سهلة، وهذا الكرسي لا يؤتاه إلا من قدر الله له إيش أن يؤتاه. كلام جبري يا أخي، إيش هذا؟
طبعا هذا احزننا من الشيخ الشعراوي قدس الله سره، كلام فارغ. وقال بعثي الايميل، شوف لو ان استغفار الامه يعني حتى البحث هذا غلبان مسكين. وواحد بعث له اياه قال اخر الرجال، كان اخر الرجال. بالعكس هذا يؤخذ على الشيخ الشعراوي ولا يحسب له. لكن يطوى ولا ينشر، لكن نشروه قال. وبفكر الامه غبيه، تسمع بعدين تصدم، وين الرجوله هنا؟ وايش اللي قاله الشيخ الشعراوي يا اخي؟ بالعكس تكلم بلسان بني اميه، وفي الاخير ختمها بقوله قالوا انا لن انافق، انا على حفه قبري، انا كذا مدبر عن الدنيا مقبل على الاخره، وحط يده وكذا، وضع يده على كتف مبارك وقال له ان كنت قدرنا فاعانك الله، او عفوا ان كنت قدرنا وفقك الله، وان كنا قدرك اعانك الله. ايش هذا يا اخي؟ ايش العبارات هذه؟ لن ابدا انا اشرح هذه الجمله وماذا اراد بها الشيخ؟ عباره عظيمه لا تقال، ليست جيدة. كان ينبغي على الشيخ العارف قدس الله سره أن يفعل وأن يقول مثلما فعل أخوه الشيخ محمد الغزالي، وحدثتكم عن هذا في خطبة في نفس اليوم بعد أن ذهبوا يجلسون في القصر. تكلم الشيخ الغزالي، لم يتكلم قد، أنا متأكد أن الذي بعثه على أن يتكلم عدم رضاه عن كلمة أخيه الشيخ الشعراوي قطب. قال أي منطق هذا؟ ما زلنا نتكلم بمنطق جبر بني أمية أمام الحكام، نقول قدر، قضاء وقدر، انتهى خلاص سلموا. غضب الشيخ الغزالي، وتكلم الشيخ الغزالي بلسان الشرع بعد أن تكلم الشيخ الشعراوي بلسان القدر. لا كلام بلسان القدر، إيه لسان القدر؟ لسان القدر إذا رأيت من يقتل، من يزني، من يكفر، ما تتكلم قدر، خلاص سلم يا أخي. هذا يقود إلى الزندقة. لكن تكلم بلسان الشرع، قل له اعدل، اتق الله واعدل في الرعية، الناس جوعى، الناس خمصة، الناس أذلاء، السجون ملآنة، الزنازين طافحة، أين الحريات؟ أين الكرامة؟ أين الأرزاق؟ أين؟ تكلم باسم الشريعة لا باسم الأقدار، باسم قدر وقدرنا وأعانك ووفقك. كلام فارغ هذا يا أخي، بارك الله فيكم يا إخواني، ليكن لكم عقل. لا تعمموا هذه الإيميلات السخيفة، تسئول للرجل المرحوم وهو عارف بالله وشيخ كبير، لكن هذا من سقطاته. وجل من لا يغلط يا أخي، ليس معصوم الشيخ الشعراوي. لكن انظروا إلى موقف الشيخ الغزالي في اليوم ذاته كيف كان، موقف عجب يا أخي. رضي الله عن عن الثلاثة الكبار، المشايخ الكبار الأجلاء، لكن لابد أن نقول كلمة الحق أيها الإخوة. فنتكلم دائما بمنطق الشرع لا بمنطق القدر، لا بمنطق القدر. أتى عطاء بن يسار التابعي الجليل ومعبد الجهني، وعلى فكرة معبد الجهني واحد من ثلاثة قطعت رؤوسهم، وبعضهم مات بعد تكسير فكيه لأنهم أبوا أن يقروا بالجبر الأموي. قالوا لغيلان أقر الآن، اعترف أن موتك الآن بقضاء الله وقدره. قال لا أعين ولا أقول ما يسخط الله. هذه أفعالكم أنتم أيها الظلمة، تنسبونها إلى الله، تنسبونها إلى الله. قل كذا، قال لا ابدا. طب افتح فكك، افتح فمك، قال لا اعين على على هلاكي، لا افعل معصيه. فكسروا فكيه الثلاثه، قتلوا، معبد الجهني وتلميذ غيلان الدمشقي ايها الاخوه، وبعد ذلك من الله محمد. المهم قتلوا لانهم انتصروا للحريه الانسانيه، قالوا الانسان حر، الانسان ليس مجبرا، ليس مسيرا في افعاله، هذه افعال الظلمه، فهي افعال ظالمه تدمغ وتوصم، لا بد من دمغها، لا بد من وصمها في كل الحالات، لا مبرر للسكوت عنها. وقتلوا. فجاء ايها الاخوه معبد هذا وعطاء بن يسار الحسن البصري وقال يا ابا سعيد، يا تقي الدين، ما تقول في هؤلاء، في حكام بني اميه الذين سفكوا الدم الحرام واكلوا المال الحرام ثم قالوا وفعلوا ثم قالوا إنما هو بقضاء وقدر أو بقدر الله؟ قال كذب أعداء الله. هذا ثبت عن الحسن البصري، قال كذب أعداء الله، هذا كذب على الله، يتعللون بالقدر لا نسكت عنهم.